حسن، تمريرة واحدة واثنين والكرة كانت باتجاه الدولي المصري. حسام يقطعها دفاع، ترجع وسط الميدان لجبريل كاك، جبريل لمنصور رزق، مازال الصراع على وسط الميدان. أو عبد الرحمن بوسنيرة ترجع لغازي العيادي، غازي العيادي مازال الكر والفر ومازال الصراع. ربيع للعباسي والهجوم لصالح فريق الاتحاد، العباسي والبينية بترجع للعامري، أقرب محمود عكاشة في اللقطة الأخيرة. العباسي حاول يلعب البينية بترجع للعامري، أقرب بوسنيرة، عبد الرحمن لخالد مرسي، العرضية طويلة بترجع حسام حسن والهجوم لصالح فريق الأهلي. الحسام الكرة لصالح حسام حسن، يحاول يمرر المرة الثانية، حسام حسن والكرة خارج أرضية الميدان، الكرة ما زالت عبد العاطي وسط الميدان، يسقط عبد العاصي، يفك الكرة ترجع للترهوني، الكر وما زال الصراع وسط الميدان، ربيع اللافي يمر ما يمرش من أمام المنير، ترجع ما زال الكر والفر، ترجع ربيع اللافي من أمام معاذ عيسى، حول الكرة لجبريل كاك وسط الميدان، جبريل البنية بدي جاء عبد الله بنعم، هجوم لصالح فريق الأهلي، عبد الله بدي جاء حسام، أقرب الدفاع في اللقطة الأخيرة، حد ب 43 نقطة، الأهلي ب 40 نقطة، الفارق 3 نقاط. الاتحاد والاهلي ترشحا رسميا للدور الرباعي، فقط مازال من سيترشح للرباعي وهو متصدر الاتحاد 43، وهذا هو لقاء الاياب، فماذا ستكون النتيجه ومن سيكون حليف الانتصار ومن سيظفر بالثلاث نقاط. إذن الرمية الجانبية لصالح فريق الاتحاد، كرة وسط الميدان ترجع لغازي العيادي، العرضية من غازي العيادي باتجاه عبد العاطي العباسي، والكرة والكرة وحارس المرمى، الرصية الرايعة أروع منها حارس المرمى محمد دشنوش، يبعد الخطورة المرمى محمد دشنوش، يبعد الخطورة، يبعد هدف أول كان محقق لصالح فريق الاتحاد. ترجع العباسي، أين الرصية والكرة ما زالت، ترجع والتسديدة والكرة والتسديدة والكرة خارج أرضية الميدان. أمامنا الدولي عبد الباسط شوب، خطأ لصالح فريق الأهلي، هناك بطاقة صفراء على كل من عبد الله بلعم. أمامنا الحكم عبد الباسط شوب، ولكن التغطية دفاعية ممتازة من منصور رزق في المرة الأولى ومن عبد الله بلعم في المرة الثانية. حترهوني لمنصور رزق، منصور إلى حارس المرمى محمد نشنوش وكابتن الفريق، طويلة من نشنوش باتجاه من يخطف التمرير، ترجع لمعاد عيسى، هجوم لصالح فريق الاتحاد، معاد يبعد عن التمرير، يسدد معاد، جول 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 جول، أول أهداف فريق الاتحاد، أول أهداف فريق الاتحاد. هذه كرة الجول، هذه كرة الجول، عيسى يسدد كرة قوية تسكن مرمى الحارس محمد نشنوش. محمد نشنوش يستقبل اول هدف من معاد عيسى في هذا الديربي، اذا هدف لصالح فريق الاتحاد، لا شيء، الاهلي ما زلنا في مجريات هذا الشوط الاول من قمه القمم، من قمه الجوله الثامنه لمرحله الاياب. جانبيه من ربيع اللافي، طويله الكره بالراس، ما زالت اقرب التغطيه الدفاعيه، والكره ما زالت خطيره، ترجع للترهوني، ممكن التسديد للترهوني، ما زال الكره اقرب عبد العزيز السويعي في التغطيه الدفاعيه في اللقطه الاخيره، يبعد الكره من امام محمد الترهوني، هذه كره الجول وهذه كره الهدف الاول في هذا الديربي، وهذا لقاء تسديده من خارج منطقه الجزاء. معاد عيسى يسكن الكرة ويحط الكرة في مرمى الحارس محمد دشنوش، ترجع الكرة أقرب لمعاد عيسى في التغطية الدفاعية، يحول الكرة لحارس المرمى نشنوش وسط الدفاع، يحول الكرة لوسام بوسنينة والكرة في دفاعات فريق الأهلي، وسام يبحث عن التمريرة وسط الميدان باتجاه التناول، الكرة لعبد الرحمن بوسنينة، عبد الرحمن أمام غازي العياتي، يمر بشكل رائع، مسارة الكرة، ممكن التعديل والكرة والتسديدة، ممكن التعديل، كان بالإمكان أفضل بكثير. مشاهدينا الكرام، يعلن حكم اللقاء عبد الباسط شوب عن نهاية مجريات هذا الشوط الأول في هذه القمة من الجولة الثامنة لمرحلة الإياب بين الاتحاد والأهلي، الأهلي والاتحاد قطبي العاصمة في ديربي الكرة الليبية، نتمنى نلتقي في مطلع الشوط الثاني. كرة بالراس ترجع لي عبد الله بلعم، عبد الله بلعم وسط الدفاع، يحول الكره لمنصور رزق، منصور لمحمود عكاشه، حوار محمد المنير كابتن الفريق، والكره في عيسى، معاد وسط الميدان، معاد حول الكره، غازي يمر بشكل رائع على عياتي، الهجوم لصالح فريق الاتحاد، غازي مازال يمر ما يمرش من امام عبد الرحيم خيره، جبريل كاك مازال يحاول، جبريل من امام عبد العاطي، الكره ترجع للعباسي، العباسي مازال والكره هجمه خطيره، ترجع علي العامري، ممكن الثاني والتسديده، التسديده بعيده كل البعد، امامنا لقطه العباسي، مرر باتجاه علي العامري، العامري يسدد والكره خارج ارضيه الميدان، احمد مجدي يمر من جبريل، مسارة الكره في وسط الميدان لصالح محمد منير، يحول الكره لي ربيع الشادي، ربيع يسدد الكره والكره بين احضان الفريق محمد نشنوش في اللقطه الاخيره. ادريسي مراقب اللقاء، فتحي
تخبط. هذه اللقطة الأخيرة وهذه تمريرة عبد العاطي العباسي باتجاه علي العامري. هذه هجمة خطيرة لصالح فريق الليل عن طريق التروني. يمرر التروني سالت والكورة والجول. جول 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 ثانيا في مرمى معاذ اللافي. هذه الكورة هذه الكورة هذه الصورة والسالت يضع الكورة في مرمى معاذ اللافي. هذه تمريرة التروني والسالت وهذا في مرمى معاذ اللافي. 1-1 في ديربي العاصمة، 1-1 في ديربي الكرة الليبية، 1-1 في تأنيس حوار. هذه كرة الهدف وهذه كرة التعديل لصالح فريق الأهلي. مرر التروني وسلت يسدد والكرة في مرمى معاذ اللافي. الشوط الثاني يسجل في بداية هذا الشوط الثاني. في الشوط الثاني امامنا الخطا امامنا عبد الله بلع من امامه خطا لصالح محمد التروني. هذه تسديده خالد مجدي في اللقطه الاخيره، تسديده قويه ولكن الكره بين احضان حارس المرمى. والتسديده الثانيه من حسام حسن يبعدها حارس المرمى. هذه راسية تنيس باتجاه حسام حسن، يسدد حسام الكرة ولكن حارس المرمى معاذ اللافي يبعد الخطورة. ميدان في اللقطة الأخيرة وبعيدة عن مرمى الحارس محمد الشروج. وفي الأسبوع الخامس تعادل مع المدينة بدون هداف في ملعب طرابلس الدولي. الكرة وسط الميدان علي العامري من الخوشة، ترجع العامري مازال يحاول يبعد عن التمريرة باتجاه عمر الخوشة. الكرة مسارت وسط الميدان عن طريق عبد العاطي العباسي، التمريرة والكرة مسارت خطيرة. يمشي ربيع والتسديدة والجول. التسديدة والهدف الثاني عن طريق العامري. هذه كرة العباسي، العباسي مرر والكرة من العامري، العامري سدد والكرة. الكرة على يسار محمد نشنوش وعلى يمين العامري يضع الكرة ويضع الهدف الثاني لصالح فريق الاتحاد. إذا هدف الاتحاد، هدف الأهلي في هذا الديربي وهذه المباراة. الباص شوب طويله من تروني، الطويله وبين احضان حارس المرمى معاذ اللافي في اللقطه الاخيره. معاذ اللافي في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام يعلن حكم اللقاء عبد المستشوب عن نهايه مجريات هذا اللقاء بتفوق فريق الاتحاد في ديربي العاصمه على فريق الاهلي بنتيجه هدفين لهدف وحيد. مباراه كانت اكثر من رائعه والفريقين قدموا مستوى يليق بكره وبديربي الكره الليبيه. اتمنى نلتقي في مواعيد قادمه. دمتم في رعايه الله.